داعش فرضت علينا لبس كل شيء أسود، ومنعت النت والتلفزيون والعراس وكل شيء بفرحة. وقفت أنا وأمي بشارع ظلام ما بو كهربا أنتظر دوري لدوى السكري. من سيارة بالشارع الثاني نزل وحش مرعب تحت سواد الليل بسواد ثيابنا. هربنا، القصف زاد وقرب إلين ما ظل بو محل أمان. نزحنا بمدينة ثانية 9 شهور ألم وذل، حتى حلم أوروبا نسيته. أفكر بس بالرجعة على مدينتي. داعش راحت بس ظلت الحياة الصعبة. الأهل والعشيرة ما وافقوا على اللي حبيته ونويت أتزوجه لأنه مو من مذهبنا. أملي الأخير ضاع. الحرب دمرت أحلامي ورجعتني للورا. متى نحيا للإنسانية اللي كنا ننتمي لها بدون أي فرق بيننا؟ بس بالرغم من كل شي تعلمت أني ما أفقد الأمل. تعلمت حتى لو الحرب ترجعني لورا أبد ما راح توقف رغبتي بإني أمضي لقدام. تخلصت من الفكر القديم اللي كان يقول أني لازم أرتبط بزلمة من العيلة، وأنه الحب يحرر العقول من القيود. واشتغلت بلجنة الثقافة بالمجلس المدني. صرت مبسوطة وبلشت نفسيتي تتحسن. صرت أطلع على الدوام بوقت. الحرب دمرت أحلامنا، دمرتنا، حرمتنا من الوصول إلى ما نطمح. 1% كان نعيش نتنفس نتحرر من قيودنا، من العشيرة، من العادات والتقاليد. رجعنا للوراء، ويبدو رح نبقى البند الأهم، ثقافتنا الأبوية اللي لا تنحرف ولا تنمس. وحتى تموت كل أنثى ظلم وتحيا الذكورية حرام. أمنيتي لباجر بالحياة نحيا للإنسانية بوعي، كل شخص بمكانه اللي يستحقه. تجمعنا المحبة والتسامح والتآخي، ما يفرقنا شيء، وكلنا ننتمي للإنسانية. ديننا الإنسانية والهوية، والقومية هي الإنسانية.